هي مسألة وقت فقط. هكذا علق مسؤول في دائرة نتنياهو على موعد التحرك العسكري الإسرائيلي ضد حزب الله، وقال إن رئيس الوزراء أعطى الضوء الأخضر لعملية واسعة دون تحديد موعدها. عدم تحديد موعد العملية مرتبط على ما يبدو بوصول المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يلتقي نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت في محاولة منع العملية العسكرية ضد حزب الله، أو على الأقل تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل. كما أن العملية العسكرية تلقى معارضة من جالانت، لأنها برأيه يمكن أن تضر بفرص عودة المختطفين بسبب الحاجة إلى تحويل القوات من غزة إلى الشمال. كما أن عائلات الرهائن الإسرائيليين تعتبر أن توسيع الحرب إلى لبنان هو بمثابة إعلان إعدام للرهائن في غزة. فهل ينجح هوكشتاين في منع توسيع الحرب